السلام عليكم. قصتنا اليوم حدثت في المملكة العربية السعودية. القصة لشاب اسمه سعود راح لخطبة بنت اسمها ريم. هي رفضت بالبداية بحجة كل البنات انها بتكمل دراسة، لكن امها وابوها اقنعوها لانه الشاب مستقيم وعنده وظيفة محترمة ومن عائلة كبيرة والكل بيمدح فيه وبيتمنى لبنته. المهم يا اخوان، اجا وشافها وشافته وأعجبوا ببعض سعود وريم، وأخذ موعد من أبو ريم مشان يجي مع أبوه ويتفاهموا على باقي الأمور الروتينية. إجا الموعد المحدد وحضر سعود مع أبوه واثنين من أعمامه ومعهم المهر. قام أبوها لريم وفتح علبة المهر وأخذ منها ريال واحد بس ورجع الباقي على العلبة وقال للجماعة نحن منشتري الرجال. طبعا بعد ما عمل أبو ريم هالحركة عجز العريس وأهله أنه يقنعوا أبو ريم يرجع ياخد المهر، ولكن بالنهاية استسلموا وأخذوا فلوسهم ومشيوا. ومرت الأيام وأبوها لريم عوضها بالمبلغ اللي رجعه، وريم جهزت نفسها وإجت ليلة العرس. وأول ما دخلت ريم على عريسها استقبلها وقالها هلا يا أم ريال. البنت حمر وجهها بس ما حسنت تعمل شي وقالت مو حلوة أسوي مشكلة من أول ليلة. ومن هداك اليوم وسعود استمرأ القصة، وكل ما تعدي ريم من عنده إلا يعايرها بالريال. بعدين اتطور الموضوع وصار يقارنها بكل شي بالريال، وريم بدأت تتحمله وتصبر عليه وتقول إلا ما يجي يوم وأرد حقي. ويوم من الأيام راحوا على مطعم هو وريم، قال له شفتي علبة البيبسي هاي؟ هاي علبة البيبسي بتسواكي كلكم بالريال. وبلش يضحك وريم بلشت تغلي منه. ريم بنت حبابة وكانت كتومة، ما تحب تشكي لحدا، حتى أقرب الناس إلها ما تشكي له، يعني لأمها كانت ما تحكي لها شو يصير معها. ومرت الأيام وهو ما ينادي لها إلا أم ريال أو علبة البيبسي. يمكن هو ما بيقصد يهينها بس المزح لتقيل الله يكفينا من شره. ويوم من الأيام راحت ريم عند أمها، وأمها حست إنه ريم متضايقة، حاولت معها تخليها تحكي لكن ريم رفضت تحكي، وبالأخير حلفتها إنه تحكي لها شو اللي صاير معها. وبعد محاولات كتيرة من الأم بالنهاية حكت لها ريم وفضفضت يلي جواتها، وهي عم تبكي قالت لها أنا هاد الشي الوحيد اللي منكد علي حياتي، وطلبت من أمها إنه ما تجيب سيرة لأبوها أبدا. لكن الأم رفضت وقالت لها لا يا بنتي، أبوكي غلط ولازم يصلح غلطه. أنا ياما قلت له لأبوكي هاد المزح ممكن يقلل من قدر بنتك عند الناس، انت ما بيصير تتصرف بهالطريقة، ولكن ما سمعني ولا مرة. انت يا بنتي إلك كرامة ونحن ما بعناكي، بس يجي ابوكي بدي احكي له شو القصة وخلي هو يعرف اشي يتصرف. وبعد ما اجى ابو ريم على البيت حكت له ام ريم القصة بالكامل، انهبل من اللي سمعه وحلف ما تطلع ريم من بيته الا رح يردلها اعتبارها. اجى مسعود ياخد المرة بالليل، لكن ابو ريم رفض يعطي البنت وقال له روح جيب عمامك أنا عازمكن على قهوة. طبعا مسعود ما شك بشي وراح ونفذ اللي قال له عليه أبو ريم، وجاب أبوه وعمامه واستقبلهم أبو ريم وجلس في المجلس بدون ما يحسوا بشي. وهنن قاعدين طالع أبو ريم من جيبته ريال ونادى ابنه الصغير محمد وقال له محمد أبوي روح للبقالة وجيب لي علبة بيبسي. الرجال استغربوا وضحكوا قالوا إيش عم يصير، إيش عم يتصرف أبو ريم؟ لكن مسعود ما لاحظ لسه على الموضوع. راح محمد جاب علبة البيبسي وإجا، جاب محمد علبة البيبسي وحطها على الطاولة. بعد شوي قام أبو ريم وطالع ريال تاني، نادى محمد وأرسله يجيب له علبة بيبسي تانية. سعود بدأ يشك بشي وبدأ فيه تلميحات من عمه أبو ريم. إجت علبة البيبسي التانية وحطها أبو ريم جنب الأولى، وعمل نفس الشي مرة تالتة وجاب بيبسي وحطها مع الباقيين وقالهم للجماعة هلأ أنا بدي أوضح لكم ليش ناديتكم. أنا أخذت منكم مهر بنتي ريال واحد بس ولدكم ما قدر هالشي وقعد يعايرها بعلبة البيبسي. أنا هلأ غيرت رأيي، أنا باخد بنتي وأنتم خدوا بدال بنتي 3 علب البيبسي هدول. الرجال هون خجلوا وما بقى يعرفوا وين يروحوا بوجههم من أبو ريم، ومسعود أحمر وجهه ورايح يغمى عليه من الفكرة. أبو سعود وقف وقال له والله ما لي وجه أقول لك شي بس أتمنى أنك تمسحها بوجهي
أما مسعود أنا بتفاهم معه، وبنتك على راسي ترجع بيتها معززة مكرمة، وأضمن لك أنه ما رح يعيد لي سوا. رد عليه أبو مريم وقال له: كلامك على عيني وراسي يا أبو سعود، بس والله ما تطلع بنتي من بيتي إلا ب300,000 ريال مهر زيها زي غيرها. أنا يوم رفضت أول مرة أخذ الفلوس توقعت إنها بتكبر بعينه، لكن مع الأسف اكتشفت العكس. طبعا الجماعة ما قدروا يحكوا شي وقالوا له: هالشي من حق بنتك وحقك، وجمعوا المبلغ وقدموه للبنت. ومن بعد هالقصة اللي عملها أبو ريم ما عاد في شي دايق ريم، بس سعود ما عاد له عين يحطها بوجه أبو ريم أبدا. ولهون أصدقائي بتكون انتهت قصتنا. بتمنى لا تنسونا من اللايك والتفاعل مع القصة والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وانتظرونا بقصة جديدة. والسلام.